سمر لا تحكي معها، هلا اتركيها بس لا تهدأ، خليها تدفع ثمن هي الوقاحة. بيسان لا تتدخلي. خسيسة، من ايمتى عم تخططي لهالشي؟ ايمتى دخلتي لعقل هالزلمة؟ هو يلي تقرب مني، العرض اجا منه. انت هلا عم تجاكريني، وعدنان بيك ما بيهمك امره بنوب. انا وعدنان منحب بعضنا من زمان. طيب ليش ما حكيتي من زمان؟ لاني ما حبيت حطملك احلامك. قليلة ادب، كنتي عم تعيشي احلامك، حبيت اتركك تتمتعي بهالشي شوي. بكره بتشوفي مين رح يحترق فينا، ما رح تتجوزي عدنان بيك. ومين يلي بده يمنع هالشي؟ انت؟ ايه انا. عدنان حكى معك بس مشان العادات والتقاليد. عمري 25 سنه واللي بدي اياه بعمله. عمرك 25 سنه؟ مليون شاب بيتمنى يرتبط فيكي، ليش هو ليش؟ لانه كل هدول الشباب يلي حوالي بيعرفوا اني بنت فيروز خانم، بيضحكوا بيوشنا شوي، بيحكوا علينا بلاوي. عندك مالك بيك مثلا رفضوا يجي يطلبوها لبنتك منك بسبب القصص يلي عم تنحكى عنك بكل مكان يا خانم. خرسي بقى سيرتك على كل لسان وانا بخجل فيكي. خرسي، قلت لك خرسي. عدنان سكر ادانيه عن كل هالشغلات لانه بحبني الي. عم تسمعي؟ شخص محترم وغني رح بيكون خلاصي من كل هالعيشة الوسخة. لما صير زوجة عدنان بيك رح تخلص من كوني بنت فيروز خانم. خليكي عم تحلمي هالفترة، ما رح خليكي تتهني أبدا، ما رح أسمح بهالزواج نهائيا. ليش؟ لأنه عدنان ما طلبك إليك؟ هو اختارني لإلي. لو اختارك أنت كنتي رح تركضي بإيديكي ورجليكي، كنتي رح تكوني طايرة من الفرح، بس هو اختارني إلي. وقحة، ما رح يطلع بإيدك شي، ما رح تقدري تعملي أي شي. بيسان استنوا أنا بوصلكم. ليش هيك؟